عزتكم لبسنا ما عزتكم بشوت والغلا والقدر فوق العمامة والعقال. قناة سفير سلم. يا هجوز الشعر بيتني جبل لا يفوت لنا معنى الشعر يكمل ولا له الكمال كل بيت ما يشابه لبيت العنكبوت تلفت انظار النشامة ويضرب به مثال في وجوه الليلة مجد ما يبغى ثبوت مجده بثبت ومخبورة من مضى الليال في وجوه الليلة مجد ما يبغى ثبوت مجدهم مثبت وما أخبر مما ظل يال شعر بين المعرفة والمعاني شربة توت للقبيلة خير مكسب ودرع راس مال الزحيم يعد وتسليم في كل الوجود في زمان اليسر ولا بحزة القتال والحقيقة نورها ما تعرض للخفوف تروعي فالوسم مثل شم الجبال والحقيقة تعرض للخفوت الرواعي فاللوازم مثل شم الجبال والفخر بسليم لا يسلمي شربا وقود ربعي يحزم النقا والسعد في كل حال يا ولي دمع انت واخترت من خير النبوت نبتة من غرس الشيخ اللي فعل الخير طال ندعي الله ربنا فالصلاة فالبنوت يقبله والذكر والصيد باقي لا ندعي الله ربنا فالصلاة فالقنوت يقبله والذكر والصيت باقي لا يزال ذكر ابو خالد حمود الرواعي ما يموت الوفا والعرف والطيب باقي في العيال الكلام اللي على حق خير من السكوت والكلام اللي بلا حق الافضل ما يقال والتهاني لحن يعزف على وتر البيوت والكريمة بن سفير يرحب الرجال في قبلهم مرحبا صوت ما يعلاه صوت والشحم والعود الأترك بعد كيف الدلال مرحبا وأهلا هلا يا كبيرين البخوت مرحبا حياكم الله عدد وبلا الخيال مما عدتكم لبسنا ما عدتكم بشوت من ما عزتكم لبسنا ما عزتكم بشوت والغلا والقدر فوق العمامة والعقال يا هجوز الشعر بيت جبل لا يفوت لنا معنى الشعر يكمل ولله الكمال كل بيت ما يشابه لبيت العنكبوت تلفت انظار النشامة ويضرب به مثال في وجوه الليلة مجد ما يبغى ثبوت مجدهم مثبت وما أخبر مما ظل يال شعر بين المعرفة والمعاني شربة توت للقبيلة خير مكسب ودرع راس مال الزحيم يعد وتسليم في كل الوجود في زمان اليسر ولا بحزة القتال والحقيقة نورها ما تعرض للخفوف ترويعي فالوسم مثل شم والحقيقة نورها ما تعرض للخفوت الرواعي فاللوازم مثل شم الجبال والفخر بسليم لا يسلمي شربا وقود ربعي يحزم النقا والسعد في كل حال يا ولي دمع انت واخترت من خير النبوت نبتة من غرس الشيخ اللي فعل الخير طال ندعي الله ربنا فالصلاة فالبنوت يقبله والذكر ندعي الله ربنا فالصلاة فالقنوت يقبله والذكر والصيت باقي لا يزال ذكر ابو خالد حمود الرواعي ما يموت الوفا والعرف والطيب باقي في العيال الكلام اللي على حق خير من السكوت والكلام اللي بلا حق الافضل ما يقال
ليالي لحن يعزف حلو ترى البيوت والكريمة بن سفير يرحب الرجال يقبلهم مرحبا صوت ما يعلاه صوت والشحم والعود الأزرق بعد كيف الدلال مرحبا وأهلا هلا يا كبيرين البخوت مرحبا حياكم الله عدد وبل الخيال مما عزتكم لبس مما عزتكم من شوت والغلا والقدر فوق العمامة والعقاب مما عزتكم لبس ما حزتكم بشوت والغلا والقدر فوق العمامة والعقال